طيب عايز اقول برضو لحضراتكم سريعا جدا خبر سعيد لكل جمهور مصر، محمد صلاح في قائمة جوائز الفيفا لأفضل لاعب في العالم، ودي حاجة رائعة جدا. جاء محمد صلاح نجم ليفربول على رأس القائمة التي اشتملت أيضا على أسماء قوية، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وكيفن دي بروين مهاجم مانشستر يونايتد، وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، والبولندي ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ، ونيمار وثنائي تشيلسي نيجولو كانتي والإيطالي جورجينيو، إلى جانب النرويجي هالاند نجم نادي بروسيا دورتموند. أما بالنسبة لجائزة أفضل مدرب اشتملت أيضا على أنطونيو كونتي مدرب الإنتر ميلان وتوتنهام الحالي، وهانز فليك بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، وأيضا جوارديولا ومانشيني وتوماس توخيل، وأيضا من بين الأسماء المرشحة ليونيل سكالوني منتخب الأرجنتين ودييغو سيميوني أتلتيكو مدريد. أما جائزة أفضل حارس هتكون ما بين أليسون بيكر ليفربول والإيطالي دوناروما الميلان وباريس سان جيرمان الحالي. أيضا ضمت القائمة إدوارد ميندي حارس مرمى نادي تشيلسي، ومانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ، وكاسبر شمايكل حارس مرمى ليستر سيتي. إن شاء الله يتم الإعلان عن الفائزين بالجوائز خلال حفل سينظمه الفيفا يوم 17 يناير المقبل.